Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des nuggets et le gratin dauphinois, deux recettes super faciles et super délicieuses. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. Salam alaikum, rahba bikoum f qanat HM Delis, nitmenna tkounou ala khair. Liom, inchallah, ghadi nhadar jouj de l'wasafat, sahlin f tahdir w ra'iin f lmadaq, nitmenna yajbokoum. وبالنسبة للنيغيتس، بور للنيغيتس غادي نحتاجو الصدر ديال الدجاج اللي قطعتو مربعات صغار، البلون دو بولي كوبي ان بيتي مورسو، شرائح ديال الخبز بامي لو بامي، غنحتاجو صلصة الصوجا لا صوص صوجا، الحليب لو لي، الزبدة لو بوغ، العسل الميل. وبالنسبة للتوابل غادي نحتاجو التحميرة، البابريكا، الإبزار، البوافر، الملح، السل، سكنجبير، الجنجمبر، بودرة الثوم، لاي أون بودر. هناخد البامي، نحيد ليه دوك الشناب، جو كوب البامي أون مورسو، جو لمي دون زان ريسيبيون، نوضعو في واحد الإناء. بالنسبة للبامي، تقدرو تحضروه في الدار، فات ليا شاركت معاكم الوصفة في القناة، نخلي لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف، او لا تستعملوا البابة ديال الخبز. غادي نفسقو بالحليب، جنبيب لو بامي افيك لو لي، وفواحد الطحانة غادي نخلط الصدر ديال الدجاج مع البابة ديال الخبز. دون ان ميكسور جو في ميكسي لو بلون دو بولي افيك لو بامي، جو راجوت لو بور، نضيف ليهم الزبدة، توابل دي زيبيس، صلصة الصوجا لا صوص صوجا، نضيف العسل لو ميل. نطحن هاد المكونات، جو ميكس مي زانغغيديون، نحاولو ما نطحنوش دفعة وحدة. On va essayer de mixer en plusieurs coups. القوام اللي خصنا نحصلو عليه الكفتة ما مطحوناش مزيان. La texture qu'on doit obtenir, on ne doit pas avoir une pâte. وفوق سطح العمل غادي ندهنو بزيت الزيتون. Je mets un peu de l'huile sur le plan de travail. غادي نوضع الخليط ديالي. Je mets mon mélange. دهنتي الدية بزيت الزيتون. Je mets de l'huile aussi sur mes mains. J'aplatis ma préparation. غادي نحاول نسرح هذاك الخليط. ندهن الموس حتى هو بالزيت. Je vais mettre un peu de l'huile sur le couteau et je coupe des morceaux selon vos goûts. غادي نقطع مربعات على حسب الذوق ديالكم، صغار او متوسطين. خديت 3 ديال الطباصل، واحد درت فيه فارينة. دون 3 اسيت جي مي لا فارين دون لا بروميير، وضعت واحد البيضة في الثاني مع معلقة ديال الحليب. دون لا دوزيام جي مي لوف، لا كويير دو لي، الملح، لو سيل، الابزار، لو بوافر. نخلط هاد المكونات، وعندي الصحن الثالث فيه الشابلور. دون لا ثروازيام اسيت جي لا شابلور. خديت هذوك المربعات ديال الدجاج، دوزهم فارينة، ومن بعد في البيض، ومن بعد في الشابلور. جو برون مي مورسو دو نوغيتس، جو لي باس دون لا فارين، دون لي زو، اي بوي دون لا شابلور. نستمر في العملية حتى نكمل الكمية اللي عندي. وبالنسبة للوصفة الثانية، الغراتان دو فينوا، بور ما دوزيام روسيت لو غراتان دو فينوا، خديت البطاطا حيت ليها القشرة وقطعتها دوائر. جي بلوش مي بوم دو تيغ، جو كوب اون رونديل كما كتشوفوا معايا السمك ديال البطاطا، تقريبا جوج ديال المليمتر باش تكون قادة في الطياب.
خديت واحد الاناء ديال الفرن ودوزت عليه واحد الفص ديال الثومه، ندهن مزيان الاناء ديالي. دون ان بلا افور جو باس ان غوز داي، ومن بعد ندهن المول ديالي بالزبده. ابري جو في بوري مون بلا ونوضع الدوائر ديال البطاطا. جو بوز مي رونديل دو بوم دو تير. نرش شويه ديال الملحه، جو سو بودغ لو سيل، الابزار، لو بوافر، جوز الطيب، لا نوا دو موسكاد. نعاود طبقه ثانيه ديال البطاطا. جو رومي اون دوزيام كوش دو بوم دو تير اي جو كونتيني انسي. نستمر في هذه العمليه حتى نسالي البطاطا اللي عندي. وفي واحد الاناء غادي نوضع الحليب مع الكريمه السائله. Dans un bol, je mélange le lait et la crème liquide. نصب الخليط ديال الحليب على البطاطا. Je mets le lait sur les pommes de terre. سخنت الفران على 180 درجة وغادي نوضع فيه البلا ديالي ما بين 45 حتى لساعة. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et je vais enfourner mon gratin entre 45 minutes et 1 heure. من بعد ما دازت 45 دقيقة بغيت نشوف البطاطا واش طابت اولا مازال. ابري 45 مينوت جو فيريفي لا كويسون دو بوم دو تير. انا وضعت عليها الورق ديال المطبخ باش نحبس الطهي من الفوق. مي بوم دو تير سون با انكور كويت، جي مي لو بابي سيلفيريزي سور مون بلا بور ستوبي لا كويسون دو لا سيرفاس دو مون غراتان. ودابا غادي نطيب لي نويغات ديالي فواحد المقله فيها الزيت سخونه ما تكونش كتحرق ولا عافيه ما بين طوسطه ومهيله. غادي نقلي لي نوغيت ديالي دون اون بوال. جو في فرير مي نوغيت دون لويل ا فريتور شود مي با برولونت اي سور ان فو انتر مويان اي دو. ضاعفت الكميه ديال المكونات ديال لي نوغيت وغادي نحتفظ بهم في المجمد كيصبروا ما بين شهر حتى شهرين. فو بوفي كونسيرفي لي نوغيت dans une boîte hermétique au congélateur jusqu'à 2 mois. Les nuggets ديالي وجدوا كما كتشوفوا معايا، رافقتهم مع صلصه شيلي، جاوا واحد المذاق لذيذ بزاف مقرمشين ورطبين من الداخل. اكيد غادي يعجبكم ويعجبوا حتى وليداتكم. والغراتان دو فينوا حتى هو وجد. كما شفتوا معايا مكونات بسيطه وقليله ومذاق مختلف. البطاطا كطيب في الحليب وفي الكريمه كيعطي واحد المذاق لذيذ بزاف. مينوغيتس سون بري سوبر ديليسيوز طوندر ا لانتيريور كروستيونت دو ليكستيريور. جي لي زي سيرفي افيك لا صوص شيلي اون غراتان دو فينوا سوبر ديليسيو. نتمنى الوصفات ديال اليوم يعجبوكم وتجربوهم، ولا جربتوهم ما تنساوش تردوا عليا الخبر. اون سو دون رونديفو سامدي بروشان ان شاء الله pour une nouvelle recette. نتلاقى ان شاء الله نهار السبت مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.